صباح الفل او مساء الفل على حضراتكم. النهارده هنعمل حاجه جامده قوي عشان نبطل الاولاد الاكل السريع اللي في الشارع والتوابل الكتيره ومشاكلها. احنا هنعمل النهارده اكله جامده جدا. ايه الاكله النهارده؟ الاكله بتاعتنا النهارده حضراتكم هتكسر الانيميا والدغدغه. الاكله بتاعتنا النهارده يلا نروح نجيبها سوا مع بعض. يلا نروح المطار ونجيب الاكله بتاعتنا. ايه الاكله بتاعتنا النهارده؟ سبانخ. عايزين نعمل لها حمد لله على السلامه يا سبانخ. هنرفع اليافطه في المطار ونقول لها حمد لله على سلامه الوصول يا سبانخ. يلا بينا. السبانخ بتاعتنا حضراتكم اهي وصلت في المطار ولسه جايه. طبعا احنا كلنا نقول الست في الشارع بتقول لها وراور يا جرجير. لا احنا نقول وراور يا سبانخ. لازم اجيب السبانخ البلدي الصغيره الحلوه دي. شايفين حضراتكم الورق بتاعها حلو ازاي؟ ما اجيبش الهيشه الكبيره السبانخ. انقي السبانخ الفلاحي. السبانخ دي انا بعمل ايه؟ باخد السبانخ كده، طبعا انا غسلها كويس قوي، بروح قاطع الجدر ده كده. الجدر بس اللي هرميه، هرمي الجدر ده. لو بعد كده الغذاء كله طالع من هنا على الورق. بجيب السكينه واقول بسم الله الرحمن الرحيم، بقطع حته من الجدر كده. الجزء اللي انا بقطعه ده بيبقى فيه رمله من جوه بتاع عشان ما تقرش معايا وانا باكل. بروح مقطع السبانخ بتاعتي، الجذور من تحت بقطعها رفيع حضراتكم كده. الجذور دي طريه جدا دلوقتي، ما اقولش ارميها واعمل الورق بس، الغذاء كله في الجزء ده. بقطع رفيع قوي هنا كده. انا قطعت السبانخ، هبدا اعمل التسبيكه بتاعتي. بنزل بشويه زيت الاول عشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش، وبروح نازل بالزبده على الزيت كده. بقلب الزبده كده مع شويه زيت صغيرين، ده مهم قوي كده. معايا بصله هنزل بيها، بصله مقطعه مش مبشوره ولا مفرومه، بديها التشويحه كده. البصله عايزين نعمل سبانخ حلوه قوي لاولادنا النهارده عشان الانيميا وكده. انا بشر مقطع البصله. هعمل ايه بقى حضراتكم؟ لا لازم ادي البصله تشويحه كده، سن الثوم صغيره للريحه بتاعتها بقى، اشوحها كده. السبانخ بتاعتنا النهارده هنعملها باللحمه المفرومه، لا رز ولا لسان عصفور ولا اي حاجه، نعملها النهارده باللحمه المفرومه. نشوح اللحمه مع البصله كده. شوحت اللحمه المفرومه عشان كده السبانخ بتاعتنا فيها قيمه غذائيه جدا، فيها الحديد وفيها الخضار وفيها البروتين وفيها العيش البلدي ابو ربده مفيد جدا في الاكل. ننسى بقى الاكلات وننسى الاولاد الهزلين من الاكل الشارع، عايزين نغذيهم ونديهم حديد. ماشي كده. هنزل بالطماطم بتاعتي فوق اللحمه المفرومه والبصله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي التسبيكه كده. التسبيكه بتاعتي استوت، هديها شويه توابل. هنزل بشويه ملح الاول، طبعا انا بنقول الملح على حسب الرغبه. شويه ملح، شويه كزبره ناشفه. عندي شويه شطه كده، السبانخ بتحب ان يبقى فيها سنه سبايسي كده صغيره، على حسب برضو اللي يحب الرغبه. ونقلبهم مع بعض كده، ونبدا ننزل بالسبانخ بتاعتنا الجميله دي. طبعا حضراتكم شايفين السبانخ كتيره قد ايه. دي لسه هتنزل، هتخس جدا جدا. انا جايب 2 كيلو سبانخ على ما نضفتهم، ونص كيلو لحمه. هيتقلبوا كده مع بعض، هينزلوا كل ده هينزل دلوقتي. بصوا حضراتكم خست السبانخ ازاي معايا. هبدا اغطيها 10 دقائق كمان وبعد كده نبص عليها. الله الله، بصوا بقى السبانخ حضراتكم كشت ازاي ولونها بقى تحفه ازاي. انا ما حطيتش لا شرب ولا اي حاجه، يا دوب التسبيكه. معايا بقى حضراتكم الخضره. الخضره دي كزبره. الكزبره الخضره دي بخليها اخر حاجه عشان النكهه بتاعتها ما تروحش معايا، فبنزل بيها دلوقتي واقلبها مع السبانخ. الكزبره الخضره دي مهمه جدا بالنسبه للسبانخ. بقلبها كده، تاخد غلوه واحده واطفي عليها بس بعد ما اقلبها.
نعمل الطشة بتاعتنا، شوية زيت، قطعة زبدة، ننزل بالتومة، دي مهمة أوي الطشة دي يا جماعة، نعمل لها طشة عشان الريحة والطعم يبقى حلو أوي معايا. بقلب التومة كويس أوي في الزيت والزبدة، تمام كده لونها. هنزل بالكزبرة الناشفة عليها كده، بكده حضراتكم خلصنا وصفة النهاردة. اللي عايز يعملها برز يعملها، بلسان عصفور يعملها، زي ما هو عايز يعملها. بألف هنا وشفا، مع تحياتي عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.